ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا هاني مالك؟ بقطع صور اماني. الله، بتقطع صور؟ هو لسه في حد محتفظ بصور لحد دلوقتي؟ ايوه، ما انا طبعتها عشان اقطعها. استنى بس، بتقطعها ليه؟ في ايه؟ في ايه يا هاني؟ بتقطع الصور ليه؟ ما تفهمني. انا فركشت جوازتي من امان يا نور. والله العظيم ثلاثة انا كنت متأكد، ومن غير ما اعرف الاسباب، بس انت غلطان. هو في حد يتجوز واحدة من على سايت جواز؟ ازاي يعني؟ كان اسمه ايه؟ الست لما؟ الست لما ايه؟ انا دخلت على مواقع كتير، ستروني ما تفضحوني، ولان الحلال افضل سانتظر، بس انا ما كنتش قادر انتظر. وبعدين هي الجوازه دي كلها كانت مضروبه من اولها. احسن حاجه فيها كانت الرحله بتاعت شرم الشيخ اللي عاملها السايد ده ببلاش. هي فين الرحله؟ اهي الرحله. تعمل ايه؟ انت مجنون؟ هي دي الرحله اللي ادارته الاوتيل بتاعنا مديها للسايد ده ببلاش؟ هي دي اللي فيها اقامه ببلاش ورحله يخت وبحر ورمل ومليطه؟ وعايز تقطعها؟ انت حمار؟ ما تروح تتمليط. ما انا امنيت حياتي ان انا اتمليط، بس ازاي؟ ما زمان السايد بعت لاداره الاوتيل وقال لهم ان انا بوظت الجوازه. يا عم ما احنا اداره الاوتيل، هم ما بعتوش حاجه لغايه دلوقتي، ولو بعتوا حاجه هقول لك. ايوه بس لو الاداره عرفت ان انا هطلع الرحله دي، ده انا كده اروح في 60 دقيقه. انت بتعرفهم يعني؟ انت بتزعل ليه كده؟ الاداره هتعرف منين يا هاني؟ ما احنا الاداره هعرفه منين؟ عم سافر سافر. بس هسافر كده لوحدي؟ يا ايه؟ ده شهر عسلك او عسل حد تاني؟ هاني مون. ده حتى اسمه على اسمك، انت اسمك ايه؟ هاني. طيب هاني مون. هاني مون. هاني مون ايه بقى؟ فتاح. طيب يا اخي. سافر يا هاني سافر، دي شرم الشيخ. خد قطع على ما ارد اكيد ابويا. مناخيرها كانت كبيره قوي قوي يا هاني. ايه ده، هي لسه فيها؟ ده انا بقالي ساعه بقطع في مناخيرها. غصب عنك وعن مناخيرك يا اماني. اخد معايا ايه؟ معايا ايه بقى؟ اصل فتحيه بتاعت عزبه الصفيح وكارما بتاعت فرح الجونه عندهم بروفيت ميك اب على فرحهم ومحتاجين رايي، فانا هصور اهو وابعت لهم. الو؟ ايوه يا مي، ايه اللي حصل؟ كارما حبيبتي، عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، حاسه انه هيليق عليكي جدا وسيمبل قوي زي ما طلبتي. مبروك. فتحيه يا قمر، عملت لك تيست الميك اب اللي انت طلبتيه، وري لك وفير نوجا وهو هيعمله لك بالظبط، وحطيت لك الاي شادو الازرق في اخضر السيمبل اللي انت عايزاه، هتحسي انك مش حاطه حاجه خالص. ليلى تعالي يا سالي. عندي خبر مش تمام خالص. خير؟ اماني كلمتني دلوقتي بتقولي ان فرحها هي وهنتلغى ومفيش امل يرجعوا تاني خالص. يا نهار اسود، دي كارثه. طب ايه؟ اسمعي، اوعي تبلغي اداره الاوتيل ان الفرح اتلغى لحد ما اشوف انا هتصرف ازاي. قاعد انت وسط الخضره وزقزقت العصافير، كفايه سعاده بقى. ايطاليا تناديك، شد حيلك وتعالى عشان تزقزق معانا. والله ده انا مستني اللحظه دي علشان اجي هوهو حتى عندك. بص، بيرلا قريبه مراتي جايه لنا علشان هي بتشتغل في المديتيشن وتشتغل كمان في الطاقه، فهي عايزه تعمل مشروع كبير جدا عن استخدام الطاقه في العلاج في شرم الشيخ. المهم خلصت الحجوزات. بس بقول لك ايه، انا مشغول جدا فمش هقدر ابقى معاها خالص. ها؟ مش احنا متفقين بس من الاول كده؟ ميو فيليو نوجا دي بقى يا سيدي بيرلا اللي كلمتك عنها، الطاقة. ها؟ ده انا هديها كل طاقتي. مالتو بيلو تبنا الى الله. دي مالتو بيلو خالص. سلام سلام. طن كيلو لب اسمر، كورة الراكت. نسيت ايه يا هاني؟ كتبت ليفه؟ لا نسيت. حد ينسى ليفه؟ كويس ان انا جيت قبل الليفه. اكتب ليفه يا عم، اكتب بقى الحزام البني المجدول. حزام البني؟ بس انا ما عنديش حزام بني مجدول. ايوه بس هو بيبقى لاقي عشرة الاصفر. اكتب بس، اكتب حزام بني مجدول. بس برضه هاني انا مش عارف، حاسس انك انت لو سافرت لوحدك هتتنكد قوي قوي. طب اعمل ايه؟ ده انت اللي شجعتني، ده انا كنت خلاص كتبت الليسته. ايه يا عم وريني الليسته فيها ايه؟ سان بلوك؟ طب هتدهن سان بلوك لوحدك؟ ده اذا طولت ظهرك اصلا.
ايوه فعلا، انت عرفت ازاي؟ ده انا ما بطولش ضهري وانا بستحمى. طب شفتي بقى، نشطب الليفه بقى، ملهاش لازمه، عرق وبتاع ومش هتستحمى اصلا. نضاره شمس اه ماشي، دي ممكن تلبسها لوحدك. وايه بلوفر؟ بلوفر في شرم الشيخ؟ هاني وانت رحت شرم الشيخ قبل كده؟ لا. يا نهار اسود، ولا مره؟ ولا مره. انت ممكن تتوه هناك يا هاني. يا نهار اسود، امال هروح فين انا؟ رحت كفر الشيخ؟ اه رحت كفر الشيخ. طب ما هي كفر الشيخ نسخه من شرم الشيخ، هو بس تشابه في الشيخ، انما هو نفس الشيء. انا قلت ان الموضوع ده منحوس من الاول، انا هقطع الفاوتشر بتاع الرحله ده خالص. لا 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 لا، فاوتشر ايه اللي هتقطعه بقى؟ سيبه لي ده، انت مكتبك اتملى تقطيع، سيبه لي انا هقطعه على مكتبي وهلغيه وكده. يعني قطع انت مناخير اماني. ايوه صح. سيب مناخير اماني لمين؟ يلا قطع مناخير اماني. قطع قطع قطع. ايوه قطع بقطع قطع جامد. بقول لك 100 حته. قطع قطع مناخير اماني. ايوه عشان تحرم كده تبقى مناخيرها كبيره. ايوه اعمل ايه؟ الجوازه الجايه اللي عندنا لسه بعد 3 شهور. طب انت متاكده ان مفيش ولا عروسه وعريس ندخلهم بدل هاني واماني؟ للاسف. انت عارفه ان اداره الاوتيل محذرانا، لو ما استغلناش الرحله المره دي هيلغوا التعاقد وهيسحبوا الاعلانات بتاعتهم من عندنا على السايت. ده غير كمان صور العروسه والعريس اللي لازم يتصوروها في الاوتيل. سالي، انا جات لي فكره. يا بابا. ايوه يا بابا. لا مش هينفع علي صوتي عشان الستات بس ما يسمعوش، انت عارف هم يطيقوا العمى ولا يطوقش. لا لا، الاخبار تمام، كله تمام، اطمن. الحجوزات والاوتيل كله زي الفل. لا لا، مش هتقدر تغمض عينيك.